ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم يوسف من قناه اوفا جيمنج. قبل اي حاجه عايزك تصلي على النبي، تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، ويا ريت تكمل الفيديو للاخر وتعمل لايك. بص يا رجاله، فيديو النهارده عن موقع عربي، تمام؟ الموقع ده يعتبر بتاعي، يعني بتاعنا واحد صاحبي، تمام؟ الموقع ده يعني اشتغل عليه وانت يعني مطمن، وفي كذا اثبات، وهوريك اكتر من اثبات، ويعني بس كده. يعني انا هسيبك مع الموقع، وعايزك تخش الجروب بتاع الواتس او الفيس، لان الجروبين دول هيبقوا مهمين، لان انت هتشتغل على موقعين بدل الموقع، والفترة الجاية هتشتغل على تطبيق كمان، يعني انت هتكسب 3 اضعاف، انت فاهم؟ يعني انت تعمل النهاردة مثلا على $15 من كل موقع 5، كل يوم $15 من من الموقعين والتطبيق، يعني مكسب حلو ليك، انت فاهم؟ فانت اتفرج على الفيديو للاخر وانا افهمك الدنيا فيها ايه، تمام؟ بص يا رجاله، دي شروط الموقع بتاعت النهارده اهي، نفس الشروط بتاعت موقعي، تمام؟ لان الموقعين يعني تبع بعض، تمام؟ وادي اهو يا جدعان، ادي اثباتات اهي، تمام؟ ادي 450 جنيه، وادي 150 جنيه كاش، وادي 165، وادي 375، تمام؟ وادي $24 باي بال، تمام؟ دول اخر سحوبات، تمام؟ وعندك سحوبات تحت كتير بردك، انزل تحت وتحت خالص، ادي اهو 30 جنيه، تمام؟ يعني بدل الدفع 10، وادي اهو 30 بردك، وادي 60، وادي 60 تاني، 45، 15، يعني انت عندك بدل السحب يعني 100، ايضا 30 اهو، 165، يعني انت خش برضك وشوف، تمام يا رجاله؟ ادي اهو 210، يعني في كتير، تمام؟ فانا هسيب لك لينك الجروب ده ولينك الجروب بتاع الفيس بتاع اللي هو ده يا جدعان، بتاع اوفا جيمنج، تحت في الوصف، تمام؟ وده برضك الشروط بتاعت الموقع بتاعي، يعني انت خش الجروبين برضك، تمام؟ وجروب الواتس مشترك. يلا نخش في شرح الموقع. بصوا بقى يا رجاله، اول حاجه كده الموقع بتاعك، الموقع هيظهر معاك بالواجهه دي، تمام؟ هندوس على الثلاث شروط اللي هم دول، تمام؟ هندوس على كلمه ساين اب. طبعا قريب جدا هغير شكل الموقع خالص، تمام؟ هنكتب هنا الفول نيم مثلا اوفا، تمام؟ اليوزر نيم اوفا جيمنج، تمام؟ ما ينفعش ان انت تكتب اوفا جيمنج مثلا وجنبه ارقام كده، ما ينفعش. لو كتبت اي يوزر فيك او يوزر جنبه ارقام هيتم رفض سحبك، وهنا اي جيميل وخلاص، وهنا نفس الكلام، تمام؟ وهنا باسورد، وهتدوس على كلمه ساين اب. طبعا انا عندي حساب، ايه ده اهو، زي ما انت شايف انا دلوقتي دخلت على الموقع. بص يا جدعان، الفي بي ان على الموقع ده، الموقع ده بتاع توب كاش، الفي بي ان مش هيشتغل معاك غير على الدول دي، امريكا وكندا وفرنسا والمملكه المتحده، امال الموقع بتاعي اي دوله عادي، تمام؟ هنروح نشغل طبعا شات الفي بي ان، هسيب لك اللينك بتاعه، هسيب لك اللينك بتاعه برده تحت في الوصف. يا ريت يا جدعان تنزل تعمل لايك دلوقتي بقى وكومنت يحفزني كده، يعني بالحب كده يا جدعان. ادي مثلا لوس انجلوس مثلا، اي حاجه، تمام؟ نخش على الموقع ونعمل تحديث. عندك احسن حاجه في الموقع ده وافضل من موقعي اوفر تورو، تمام؟ واقول لك على كام سيرفر دلوقتي، بس بعد ما اشرح لك الشركات اللي في التطبيق. عندك اوفر تورو هنا، وعندك لود بالي، تمام؟ طبعا كله هيشتغل على الجيم، فانا يعني هشرح لك الجيم في السريع علشان الحق اقول لك السيرفرات اللي هي شغاله على اوفر تورو، تمام؟ بصوا بقى يا جدعان، عندك عروض كتير جدا، من ضمنهم عرض ريورد بلاي. بص يا اسطى، لو انت هتعمل العرض ده لازم تخلصه في ساعه او ساعتين، تمام؟ يعني ما بين ساعه لساعتين، هتخلصه في اقل من كده مش هندفع لك، فانت لو انت هتعمله لازم تخلصه ما بين ساعه لساعتين، تمام؟ وعندك ده عرض البلياردو بتاع السامسونج، تمام؟ وعندك العرض ده سهل جدا، يعتبر بنص دولار، وعندك برضك العرض ده، وعندك العرض ده، يعني انت عندك حبة عروض حلوة جدا، وعندك العرض ده، يعني عندك عروض كتير جدا في الجيم حلوة، تمام؟ كده انا شرحت لك الجيم. هنروح على الفي بي ان، نفصله
علشان اشرح لك السيرفرات بتاعت اوفر تورو. بص يا جدعان، المفروض ان النهارده شرح عرض اللي هو الريورد بلاي، بس للاسف حصل معايا مشكله فما عرفتش ان اصور العرض، وكنت هشرح النهارده. بلاش احرق المفاجاه، وبكره انت هتعرف. بس في فيديو بكره يا جدعان، اقسم بالله جامد قوي. هنروح كده على اوفر تورو، هنكتب هو انهي واحد. ده السيرفر ده، تمام. ادي السيرفر ده هو يا جدعان. يا رب بس يتصل، لان انا حاولت اتصل بيه من قيمة ساعة كده. مش اتصل بيه، اتصل بيه يعني حاولت ان انا، هو اتصل بالشبكة بالسيرفر، تمام، فمرضيش زي ما انت شايف كده، يعني مرضيش يشتغل معايا الفي بي ان. فانا مش عارف ايه السبب والله، بس السيرفر ده اهو. انا اقول لك على السيرفرات وانت خش. عندك اول سيرفر ده، تمام، يعني انت عندك ده وعندك ده وعندك ده وعندك ده، تمام، وعندك ده. ايه ده، انا كررتهم. بصوا يا جدعان، انت عندك السيرفر ده، تمام، ادي كام سيرفر عندك؟ ثلاثة، تمام. الثلاثة دول شغالين عادي. اول واحد ده الولايات المتحدة، تاني واحد على ما اظن المملكة المتحدة، تالت واحد ده اللي هو تركيا على ما اظن يعني، تمام. وبرضك اي يعني اي سيرفرات شغالة على اوفر تورو هسيبها لك في الشروط علشان تستفاد برضك، تمام. نخش كده على الموقع، نخش على ريديم. بص يا جدعان، طالما انت سحبت والسحب وصلك، مفيش داعي ان انت تخش على الموقع تاني، تمام. طالما السحب وصلك ما تخشش تاني، واعمل حساب واشتغل تاني، تمام. $1 في الموقع ب 1000 نقطة، تمام. وعندك هنا جوجل بلاي، تمام، وعندك فري فاير، وعندك فيدافون كاش واتصالات كاش، وعندك امازون، يعني نفس اللي عندي بالظبط، فبس في اختلافات بس بسيطة يعني مش هتفرق. ولو انت عايزني مثلا اضيف لك اي حاجة في الموقع ده، خش مثلا كلمني خاص وقول لي مثلا ضيف كذا وكذا، وانا ان شاء الله احاول اضيف اللي انتوا هتطلبوه، تمام يا رجالة. والدفع في الموقع ده نفس الدفع في موقعي، يعني يا جدعان يعني انا اول ما هدفع الموقع ده هيدفع على طول، تمام. يعني مثلا انا دفعت فوري هو هيدفع فوري، تمام. وبس كده يا اخواتي، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو انت عوزت اي حاجه خش كلمنا على الخاص، ولو معاك حساب @جيم للبيع خش كلمني، لان انا محتاج اكتر من حساب. وبس كده يا اخواتي، يا ريت بقى تعمل لايك، واشوفكم في فيديو بكره. وفيديو بكره ان شاء الله انتظر الساعه 5 او الساعه 4 بكره، وممكن اقل وممكن ازيد، يعني انت وحظك بقى. بس فيديو بكره والله والله هتشحن $10. فكفايه كده بقى يا جدعان، اشوفكم في فيديو بكره. يلا سلام.